استاذ محمد، استاذ حرقان، استاذ عبد الحميد، مساء الخير. مساء النور يا انا هلا، يوسف، بس ممكن يوسف تعطيني مسلم، اسم ناديك بي يا اخي؟ يوسف، يوسف مسلم معلش انا سني. مسوي. اهلا وسهلا اخوي محمد، اهلا وسهلا اخوي محمد. من خلال متابعتنا الفترة الأخيرة، معظم المسلمين اللي يدعون أو يذكرون أنهم مسلمين، سواء سنة ولا شيعة، ينتهي بهم الحال لما تسألهم أنتم تصلون أم لا، أغلبهم لا يصلون. فأتمنى منكم، إن كان هذا رجاء، أن تسألهم أنت الاسم والمذهب، وإذا تصلي ولا لا، لأن طلع علينا ديانات أو مذاهب جديدة، أن أصبح أغلب الناس اللي يذكرونهم مسلمين غير مسلمين، لأنهم لا يصلون أو هم يحبون ليش إذا ويتمنون يكونوا مسلمين. واحد يسمي نفسه مسلم، ليش بتطلعه من الإسلام؟ أو ليش بتقول لأن عنه مسلم؟ إذا أخذت الإسلام بمعنى العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فهذا المفروض يكون جزء من ما يؤمنون به. أما إذا بس أخذت هذا الإسلام كله من بالمعنى جهة اللغوي، الحديث يا أستاذ يوسف. طبيعي، نعم طبيعي، ولا لا أكون مسلم إذا لا أؤمن بالحديث، خاصة الأحاديث الصحيحة وما ثبت في البخاري ومسلم. إذا طيب هل انت تركت هل الأحاديث، انت انت مثلا ترى ان الذي لا يصلي هذا نعم يكون كافر؟ والله، شوف، أنا بالإجابة الصريحة نعم، ولكن الآن خرج علينا اللي يقول بتركها جحودا أو تركها كسلا. إذا تركها غير جاحدا بفرضها فهو عاص، ولكن العهد الذي هو الحديث صريح، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولكن هناك من الشيوخ من أحب أن يزيد عدد المسلمين ويقول من تركها كسلا فهو عاص وأنت وليس ماذا رأيك في كافر، ذلك يا سيد يوسف؟ لأنه لا كافر بطبيعة الحال، من تركها فقد كفر. سواء كان جاحد أو كسلان. لا يوجد شيء جاحد، لأنت إذا آمنت بالله سبحانه وتعالى وآمنت بالرسالة وآمنت بمحمد، فبطبيعة الحال تؤدي الصلاة. أول شيء تؤدي الصلاة، لأن من الأساسيات الصلاة والصيام والزكاة والحج، من استطاع إليه سبيلا. إذا تركتها فكيف تدعي أنك مسلم؟ أنت ممكن تكون حاب أنك تكون مسلم حتى تجد مخرج لنهاية الحياة، لأن أغلب الناس الآن عندهم، اللي دائما أستفسر منهم إذا كانوا دخلوا في الإلحاد أو اللا دينية أو اللا أدرية أو الربوبية، هو الشيء الوحيد اللي ما عندهم ما بعد نهاية الحياة، يقول لك أنا لا أهتم ولا لا أدري. لكن أغلبية الناس الذين يدعون أو يقولون أنهم مسلمين، لأنهم لم يجدوا إجابة لما بعد الموت، فيقول أنا أبقى مسلم وإن لا كنت لا أؤدي أيا من متطلبات الانتماء لهذه الديانة. طيب خليني أسألك كذلك، تفضل. الشخص الذي لا يصلي ما حكمه في الدنيا؟ والله شوف، أنا لا أستطيع أن أقول مرتد، هذا سؤال صعب جدا ولم أتوقع الصراحة، ولست يعني وأنت الآن أنا قبل من شوية تقول هذا كافر يعني. صحيح. الآن أستاذ محمد صالح، معظم الناس وأنا منهم، 99.9 من العشرة من المسلمين أخذوا الدين ورثا، وليس يعني ليس دراسة مثلك ولا مثل حضرتك ولا الشيخ أحمد أو الأخ أحمد حرقان. درست الدين حتى وصلت إلى مرحلة من العلم، فاكتشفت أو وصلت إلى قناعة أن هناك الكثير من الأشياء الغير مقنعة والتي لا تتوافق مع فطرة الإنسان. لكن 99.9 من المسلمين أخذوا الدين من البيت ومن الوسائل العامة، المجتمع. فلذلك لما تسأل أكثر الأشياء التي الأخوة الملحدين اللي يركزون عليها، أسئلتهم صعبة جدا بالنسبة للمنطق للمسلم، ولا يستطيع أي مسلم أيا كان أن يجيب عليها إلا من ضمن يعني الإطار الذي تربوا فيه. كافر، كافر، هذا نعم سؤالي نعم موجود في يقام عليه كتب الحد. الفقه. يعني مثلا أنت الآن لو كانت عندك دولة إسلامية نعم، وأرادت هذه الدولة كأفغانستان، الإسلامية أن تطبق الشريعة الإسلامية، نعم الذي لا كأفغانستان يصلي مثلا، ما حكمه؟ طبعا كأفغانستان على سبيل المثال، إذا تطبق الشريعة وتدعي أنها تطبق الشريعة أو تؤكد أنها تطبق الشريعة، بطبيعة الحال من ترك الصلاة فيعتبر مرتد. وابن تيمية أيضا ذكر أن الذي لا يصلي بالمسجد أيضا يطبق عليه الحد، فبذلك يعتبر مرتد ويطبق عليه الحد، وهو أيا كان يقتل.
هذا حسب ما ذكر في الدين صراحة، ولا يستطيع أي مسلم أن ينكره. فإذا كانت الدولة التي تعيش بها تطبق الإسلام والشريعة، والآن لا نجد ما يطبق غير أفغانستان على حسب علمي والصومال، أما بقية الدول هي علمانية بغطاء بدستور في ولكن مادة في الدستور. ما حكمه يعني؟ الردة هو مرتد اللي إذا هو كان، إذا كان بشرط، إذا كان قد دخل الإسلام طواعية وبرغوة وليس ورثا. أنا ورثت الدين الإسلامي لا يعني أنني مسلم، ولكن أنا ولدت مسلما، ولكن إذا وصلت إلى مرحلة من عمري بلغت وفهمت الدين الإسلامي ودخلته قناعة ثم تركت الصلاة، فبذلك أصبح مرتد وبذلك يطبق عليه الحد القتل. أما إذا أنا ولدت مسلما ولم أدخل الدين قناعة فأنا أصلا غير مسلم، أنا مجرد ولدت مسلما وفي شهادتي أنني مسلم أو في أوراق أنني مسلم، ولكن ذلك المسلم هو الذي يصل إلى مرحلة من العمر الذي يستطيع أن يحكم العقل ويدرس ويتفهم من ويتفقه أين في لك دينه. هذا التأصيل يا سيد يوسف؟ والله يا أخي مثل ما قلت لك أخي محمد صالح أن 99% من المسلمين لا أنا ما أخذوا، يهمني يعني ما لا حابب يوجد، لا أقول، يوجد، هذا ولكن تفكيري. لحظة، من قال بهذا التأصيل الذي تقول لا به؟ لم أسمعه من حد، لكن هذا التفكير والتمعن أوصلني. أنا لا أستطيع أن أقول لشخص ولد ولم يفهم أي شيء في الدين وفقط قال أنا مسلم ثم غير قناعاته، لكن أنت مثلا على سبيل المثال تفقهت بالدين ودرست الدين في المساجد وكل مكان، والأستاذ حرقان كذلك، ففجأة تركت الدين، إذا أنت مرتد. هذه أنت قناعات دولتك الآن صحيح. أنا أنت بدولتك الإسلامية أنا المفروض أقتل. لا أنا لا أعيش في دولة إسلامية تطبق الشريعة وأن لا دولة يعني أنا مدنية. أتكلم عن هاي الدولة اللي راح تقوم وتحكم بالإسلام. إذا كنت أنت في دولة مثل أفغانستان الآن وأعلنت بأنك مرتد وأيضا أنا ما بعلم شهرت، أني مرتد، ولكن بقول هذه الصلاة شغلة هبلة يعني. أنا لا أتحدث عنك، لا أنت الآن تقول أنك مسلم لذلك لا يطبق عليك حد حتى وأنا الردة. بقول الصلاة شغلة هبلة؟ ممكن ترى يمكن أنت تؤدي الصلاة الآن في الخفاء، إلا إذا كنت تعلن أنني لا أؤدي أيا من الأشياء الإسلامية التي لا والله، أنا عن نفسي ما عندي استعداد ولو لثانية أضع رأسي على الأرض ومؤخرتي لفوق، يعني ما عنديش استعداد أعمل هذا الشيء. برأ أنه هذا إذا ما الشيء هو يعني إهانة السجود للدين. إذا كنت مسلما على أي أساس أنا بقول تسمي لك أنا نفسك؟ بقول لك اللي أنا بشوفه، بشوف أنه هذا إهانة للإنسان أنه يضع رأسه على الأرض ومؤخرته للسماء. هذا التقدير الشخصي. إذا ولكن هذا تقديري، هل أنا بهذه الطريقة المفروض أنك تجي تقتلني في دولتك الإسلامية؟ لا أنت لم تعلن الآن، أنت في هناك نقطة، في أولا في الدولة الإسلامية أخذ على سبيل المثال حتى نكون عمليين ولكن في دولة الدولة أفغانستان. الإسلامية قالوا لي تعال صلي، قلت لهم لا نعم ما راح أجي أصلي. في هذه الحالة إذا طبق حسب الدولة وإذا أخذ بحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، تكون أنت قد أعلنت أنا عمليا وليس لفظيا. قناعتك أنت ما يهمني، يعني حسب الآن قناعتك إذا هذه تسألني الدولة. عن قناعاتي أنا تختلف، ليش؟ لأن خلني أوضح لك أستاذ محمد، لأنني أعيد أننا أخذنا الدين وراثة، ولما حكمنا فيه جزء من العقل نكتشف أن هناك أشياء لا تتوافق مع العقل والعياذ بالله، استغفر الله العلي العظيم، وهذه حقيقة لا يستطيع أي إنسان عاقل أن ينكرها، لا تتوافق مع العقل. إذا كان أخي من أبي وأمي لا يقيم الصلاة لا أستطيع أن أطبق عليه الحد، ولكننا نأخذه فرضيا للناس الذين لا نعرفهم ونسهل ولكن الحكم عليهم المسلمين خلال 1400 سنة قالوا بخلاف كلامك. أنه يجب أن يطبق الحد حتى على الأب والأم والابن والأخ صح ولا لا؟ لا أعتقد الآن المسلمين وإن كانوا يقولونه لفظا لا أعتقد، بل أنا على يقين لا حتى الإخوان اللي دخلوا. مش الأشخاص، علماء المسلمين، المشايخ، عرفت نعم كيف؟ هذول لما أصلوا في هذا الباب يعني نعم أجمعوا على أنه يستتاب، وليس هناك اعتبار لهذا والله أنه ولد وراثة وعليه أن يكبر ويفهم وكذا، لا، يقولون هو يستتاب، يأتون إليه فإن كانت لديه الشبهة يدحض الشبهة ثم بعد ذلك يقتلوه. لذلك في مراحل من تاريخنا الإسلامي كان علماء الدين
هم العلماء الوحيدين الموجودين في البلد، بل هم كانوا من يحكمون الناس، حتى انا الحاكم كان يمشي بأمره. مش هذا كلامي، الآن الوضع مختلف. انا بتكلم عن الذين اوصلوا لنا هذا الدين الذي انت تؤمن به، كلهم نعم يقولون هذا الكلام، والله يقولون يا من أبي، انكر من الدين ما هو معلوم بالضرورة يعني يكفر، وبالتالي ويقولون عن المرتد هو الذي دخل في الإسلام أو الذي ثبت له إسلام أو الذي ولد في الإسلام، ما يقول أحد أنه فهم الإسلام، هذا ما حدا يقول، وهذا الكلام اللي بتقوله ما حدا عالم يعني يقول والله والله أقول الإسلام بالوراثة، وما فيش هذا الكلام. والله هذا موضوع خطير، لأن الإسلام حتى الإنسان يقول علموهم الصلاة ولكن لا لسبع واضربوهم على لعشر، ولكن هذا لا يصل الإنسان في هذا العمر إلى القناعة بأي شيء، حتى بالعلم، حتى يصبح ذو عقل يستطيع أن يفهم. وهذا لا، أنا لست العقل في الإسلام هذا موضوع ثاني يعني، ولكن العقل هو، هم يقولون العقل هو ضد الجنون يعني في الإسلام، وليس العقل الذي يكون إنسان ذكي وحافظ ومطلع ومثقف، ما فيش هذا الكلام. لا، هو العقل هو المنطق أكثر شيء، لا المنطق لا لا، الشيء ما فيش يصبح في الإسلام، منطقي. ما فيش حاجة اسمها منطق، هذا لا، القرآن هناك وما فيش بطبيعة حاجة، الحال ما فيش حاجة صحيح، اسمها، صحيح الأشياء عندما ارتبطت، حتى الله سبحانه وتعالى لا يمكن الإيمان به بالمنطق، ولكن بالأشياء الروحانية، ولا هي الأشياء ليست ملموسة ولا يمكن تقديرها. يعني تجد الإنسان، لذلك أصبحت المذاهب كل ينظر إلى الله بطريقة مختلفة. ولكن خليني أنا أسألك يعني، نعم تفضل. هناك نقطة مهمة جدا، نعم أيهما أولى بأن يعذر؟ نعم الذي قرأ الإسلام وتفقه فيه ثم نعم لم يقتنع، نعم المفروض أنه هذا يحترم أكثر، صحيح، أو الذي لم يقرأ الإسلام وأصلا تركه؟ طبيعة الحال الذي تفقه ثم تركه له بطبيعة الحال يكون له حجة، لأنه ترك إذا لأسباب ماذا ليش واضحة. يقتل في دينك؟ ليش تقتله؟ لأن الدين عندما وضع ليس كل ما فيه أشياء تتوافق مع ما رغبة الجميع. أنا في القانون رغبة المدني أيضا، يا سيد يوسف، مش رغبة، أنا الآن أقول شخص أتى نعم قرأ الدين الإسلامي صحيح، أمضى نعم فيه سنوات طويلة يتفقه ويقرأ من تفسير إلى عقيدة إلى فقه إلى أصول الفقه إلى حديث إلى كل هذه علوم الشريعة، نعم هذا الشخص مثله مثل ما يقرأ في أي موضوع في أي باب، في البداية سليم، ممكن يقتنع به ثم يتفقه أكثر، ثم بعد ذلك بعد الإلمام وكذا وبعد النضوج يترك هذا لأنه ما مش قادر يقتنع به. هذا الشخص الذي مش قادر أن يقتنع بهذا الدين، لماذا يقتل؟ حسب اوكي في نوعين. اول شيء حسب الشريعه الاسلاميه اذا طبقت كما هي فهو يقتل، لانه حكم الهي فقط. اما حتى تسال من طبق او من فصل فيه، قد تكون قناعته الشخصيه انه لا يقتل، لا، او احنا نريد الشريعة الإلهية الآن. اذا هي إله شريعه يا يا الهيه، يا يا سيد يوسف، شريعه الهيه. الإله ما هو، نعم احنا لما نأتي نقول إله احنا نتكلم عن شريعة احنا فهمناها بهذه الطريقة، صحيح، ولكن في نهاية المطاف الإله إذا كان الدين الذي يصور لنا الإله على أنه يأمر بقتل ناس على ما في أفكارهم وما لا يستطيع أن يؤمن به، هل هذا الدين راح يكون دين محترم، دين جيد، دين صحيح، دين يعني أنا ممكن ألتزم به؟ يبقى الدين لا يتوافق مع المنطق ورغبات الفرد. لأن لو توافق، لو أنا رغبت، اعذرني بها، لو أنا رغبت بيني وبين شخصي نفسي أني كل ما في الدين هو شيء أنا أحبذ، إذا لذلك قيل حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. في أشياء أنا أكرهها ولكنها طريقي إلى النهاية السليمة التي أرادها الله لي،
فلذلك حفت الجنة بالمكاره. أنا أكره أن أطبق هذا الحد، ولكن هو طريقي وسبيلي إلى الله سبحانه وتعالى.